الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صدق الله العلي العظيم. الضرر عنوان ثانوي، يعني ماذا عنوان ثانوي؟ يعني إن الصيام واجب إلا إذا كان يوجب ضررا فلا يجب. يعني الحج واجب إلا إذا كان ضرر هناك فلا يجب الحج. الضرر عنوان ثانوي، يعني حالة طارئة، ظرف استثنائي. إنقاذ حياة مؤمن قد يولد حالة استثنائية، قد يولد عنوانا ثانويا. أنت ترى مؤمنا على وشك الغرق، إن كنت متمكنا من ذلك يجب عليك أن تنقذه، ولو كلفك ذلك أن صلاتك ينتهي وقتها تصبح قضاء، ولو كلفك ذلك بطلان صيامك في نهار شهر رمضان. تعلم إذا دخلت إلى البحر صومك يبطل، مع ذلك يجب عليك أن تدخل وتنقذ ذلك المؤمن حتى لو بطل صيامك. هذا عنوان ثانوي تولد من هذا التزاحم بين المهم والأهم. إذن العنوان الثانوي يعني حالة استثنائية، ظرف طارئ، هذا شيء طبيعي، شيء جميل، شيء حسن، لا مشكلة في ذلك.
إنما المشكلة تكون فيما إذا صار العنوان الثانوي عنوانا أوليا، يعني صارت الحالات الطارئة هي الحالة السائدة، يكشف هذا الوضع عن خلل، عن مشكلة. يتبدل الشيء الحسن في هذا الوضع إلى شيء سيء. لاحظوا، أذكر لكم بعض النماذج السريعة. النموذج الأول، في بلد من بلاد المسلمين في نهار شهر رمضان كثير من الناس لا يصوم. لماذا؟ لماذا لا تصومون؟ يقولون نحن مبتلون بقرحة في المعدة. والصيام يضرنا. كيف يصبح مرة واحدة مئات الآلاف من الناس عندهم هذا المرض؟ المريض لا يصوم، هذا شيء طبيعي، حالة طارئة. هذا الشخص يعاني من هذه الحالة الطارئة، لا بأس، هذا شيء حسن، هذا من جمال الدين. ولكن مرة واحدة مئات الآلاف يدخل هذا المرض في أجسامهم في شهر رمضان، اعرف أن هناك خللا، إما ادعاء كتبرير أمام الناس والعياذ بالله، وإما خلل في الفهم. هناك خلل، وضع غير طبيعي. هذه حالة طارئة تبدلت إلى حالة سائدة. نموذج آخر، لعله هذا النموذج اصطلاحا فقهيا لا يسمى بالعنوان الثانوي ولكن في نفس الإطار. الخمس واجب إلا الخمس واجب على كل الناس، الذي يملك أموالا الخمس واجب عليه، ولو قليلا، ولو نصف دينار، ولو مئة فلس، الخمس واجب. إلا من لم تكن له فائدة نهائيا، الذي ما عنده أموال لا يجب عليه الخمس، استثناء. إلا المال الذي يحصل عليه الشخص من تركة أبيه الذي كان يخمس الإرث، إلا المهر الذي تأخذه الزوجة من زوجها الذي يخمس، استثناءات. هؤلاء في هذه الأموال لا يجب عليهم التخميس، استثناء. استثناء يعني حالات قليلة. الآن تعال إلى الوضع السائد، كم هي نسبة الأشخاص الذين يخمسون؟ قد لا تتجاوز نسبتهم 50% من المؤمنين، ولعله والعياذ بالله أقل. يعني ماذا؟ يعني الاستثناء أصبح هو الحالة السائدة. هذه مشكلة أم لا؟ نموذج ثالث، الصلاة ينبغي، يستحب
أن تصلى في أول الوقت، إلا حالات طارئة تحصل للإنسان. قد الإنسان يعاني، شخص معين يعاني من ظرف معين، أيام معدودة، يضطر أن يؤخر صلاته ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا، والعصر، صلاة المغرب والعشاء، بالنسبة إلى صلاة الفجر يؤخرها ساعة مثلا، ظرف خاص. أما ترى بعض الأشخاص، وأنا أعرف البعض، دائما يصلي صلاته متأخرا، صلاة الصبح قبيل طلوع الشمس، صلاتي الظهر والعصر قبيل غروب الشمس، صلاة المغرب والعشاء قبيل منتصف الليل، دائما يصلي صلاته متأخرا ويعتذر لك بعشرين عذرا. هذا التصور، هذا العمل، هذا المفهوم في ذهنه خاطئ. تأخير الصلاة في الحالات الطارئة، شخص دائما عنده حالات طارئة، فالأعذار أعذار واهية طبعا. نموذج رابع، النكاح المتأخر، تأخير الزواج. المفترض أن الشاب يتزوج في بدايات بلوغه، شخص ظرفه ظرف خاص، عمره يتجاوز 25، بعد لم يتزوج، ظرف خاص. شخص ثاني، شاب ثالث، رابع، عاشر، 100 شاب، 1000 شاب، لعله الإنسان يقول لعله حالة طبيعية. أما نصف الشباب، ربع الشباب، أعمارهم تتجاوز هذا العمر ويتزوجون، يبلغ 25، بعضهم يبلغ 30، وحالة سائدة ليست حالة طارئة، خلل. هذه حالة طارئة، تبقى طارئة، وضع طبيعي. أما تصبح حالة سائدة، وضع مريض، مشكلة. الطلاق شيء حسن، أصل تشريع الطلاق شيء حسن، من روائع الإسلام وجود حلول استثنائية للظروف الطارئة، شيء طبيعي، شيء حسن. ولكن الطلاق حالة طارئة، يلزم أن يبقى الطلاق 1%، أقل، لعل هذا المقدار يكون شيء طبيعي. أما أن يبلغ الطلاق ما يقارب وأحيانا ما يتجاوز 50% من حالات الزواج في السنة، يعني الحالة الطارئة أصبحت هي الحالة السائدة، هذا وضع طبيعي. التقية عنوان ثانوي، يعني ظرف استثنائي، يعني يجب على المكلف أن يأتي بالواجبات كما أمر الله تعالى وكما أمر رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، أن يصلي صلاته كما أمر رسول الله وأهل البيت. إذا أراد أن يصلي جماعة يقتدي بإمام مؤمن عادل، يعني يجب على الإنسان أن يظهر ولاءه لأهل البيت، من الواجبات هذا،
يعني يجب على الإنسان أن يظهر براءته من أعداء أهل البيت، هذا من أهم الواجبات، هذا الوضع الطبيعي. لكن بعض الناس، فئة قليلة من الناس، يعانون من ظرف تقية، حالة طارئة، ظرف استثنائي. هذا الشخص الذي يعاني من حالة تقية، من ظرف التقية، يضطر، دققوا، أقول يضطر أن يصلي صلاته لا بالكيفية التي أمر بها رسول الله، يضطر اضطرار أن يصلي صلاته خلف إمام غير مؤمن، أن يصلي صلاته خلف إمام غير عادل، يضطر اضطرار أن لا يتجاهر بالولاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يضطر أن لا يتجاهر بالبراءة من أعداء أهل البيت، اضطرار، حالة استثنائية، ظرف طارئ. هذا شيء صحيح، هذا شيء طبيعي. الإسلام جعل التقية، التقية جزء الدين. أما أن تتبدل التقية إلى حالة سائدة، اعرف أن هناك خللا في مفهوم التقية عند الشخص، لا يستوعب التقية، أن يلزم على كل المؤمنين أن يصلوا خلف أئمة ضلال، هذا ليس عنوانا ثانويا، التقية عنوان ثانوي كل الفقهاء يقولون. أن يكون إظهار البراءة من أعداء أهل البيت غير واجب على كثير من المؤمنين، خلل، هذه ليست تقية. واحد، اثنان، ثلاثة، ألف، عشرة آلاف، مائة ألف شخص من المؤمنين يعانون من ظروف صعبة، لا يتمكنون أن يظهروا البراءة من أعداء أهل البيت، معقول. أما 70% من المؤمنين هذا الواجب لا يكون واجبا عليهم، صارت حالة سائدة، يعني عنوان أولي. للأسف أقول، وهذه مشكلة، أن البعض يفسر التقية بتفسير يستلزم منه تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح على الحكيم. يعني ماذا؟ يعني شخص مقنن، يقنن قوانين، يجعل قانونا في بلد لكل من يملك سيارة إذا وصل إلى الإشارة الحمراء يلزم على كل من يصل بسيارته إلى الإشارة الحمراء أن يقف، قانون عام. لمن؟ لمليون شخص يملكون سيارات في البلد مثلا، ثم يستثني من المليون شخص 900,000 شخص. هذا إنسان موزون؟ إنسان حكيم هذا؟ يجعل قانونا لمليون ثم يستثني 900,000 شخص، في عقله خلل هذا المقنن؟ أنت تريد أن تجعل قانونا ل100,000، اجعل قانونا ل100,000، لا أن تجعل القانون لمليون ثم تستثني الأكثر. هذا يسمى تخصيص الأكثر، تخصيص الأكثر قبيح على الحكيم، الحكيم لا يصنع تخصيص الأكثر، يريد أن يسن قانونا ل100,000 يسن قانونا ل100,000، لا يسن القانون للمليون ثم يستثني الأكثر. يعني في الدين مثلا يجعل من الواجبات الصلاة، الصلاة تكون من الواجبات على من؟
على كل مكلف. ثم يستثنى من الدين 70% من الناس من المكلفين. هذا غير طبيعي وهذا وضع طبيعي. الذي يسن هكذا قانون هذا إنسان حكيم؟ لا. أنت تريد أن تجعل الصلاة واجبة على 30%، اجعل الصلاة واجبة على 30%، تجعل على 100%، ثم تستثني 70%. للأسف أقول هذا مؤسف وهذه مشكلة، أن البعض يفسر التقية هكذا تفسير. إظهار البراء من أعداء أهل البيت لا ينكر وجوبه أحد من المؤمنين، هذا من الواجبات بلا شك، ليس من المستحبات، هذا من الواجبات. ثم يجعل قانون آخر يستثني هذا القانون الثاني 70% من المؤمنين. هذا تخصيص الأكثر، هذا قبيح على الحكيم، فكيف بسيد الحكماء؟ خطأ، مفهوم خاطئ. التقية ليست هذه. إظهار البراء من أعداء أهل البيت واجب على كل المؤمنين باستثناء فئة قليلة، باستثناء 1%، 2%، 3% ممكن. هنا توجد مسألة فقهية شائعة في أبواب الفقه، مسألة مهمة وبدرجة من الوضوح، مع ذلك الفقهاء أكدوا هذه المسألة، أوضحوها. الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة ذكروها. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في رسالته في التقية ذكر إشارات سريعة. طبعا السيد المرجع في المجلد 7 من بيان الأصول من الصفحة 171 وما بعد 3-4 صفحات يبين هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة أنه شخص، أنا أبين هذه المسألة ببياني طبعا، شخص يعيش في ظرف لا يتمكن أن يظهر البراء من أعداء أهل البيت باللعن الصريح العلني في الشارع، لا يتمكن. عنده ظرف تقية من هذا الشيء، لا من هذه المرحلة من الواجب. هل يجوز له أن يترك إظهار البراء من أعداء أهل البيت كليا؟ أبدا. هذه المرحلة عنده تقية منها، ينتقل إلى مرحلة تالية، لا يتمكن في الشارع أن يتجاهر بلعن صريح لعدو من أعداء أهل البيت، لا بأس، ينتقل واجبه إلى مرحلة ثانية ليظهر براءته من ذاك بالنقد الشديد، أيضا لا يتمكن، لا بأس، تكليفه ينتقل إلى مرحلة تالية ليظهر براءته من ذلك العدو من أعداء أهل البيت بالنقد العادي، أيضا لا يتمكن، لعله بعض الناس هكذا، لا بأس، ينتقل واجبه إلى مرحلة تالية ليظهر أنه لا يمشي خلف هذا الشخص، خلف هذا العدو، ولا يتبع هذا العدو. هذا الشيء يتمكن منه أم لا يتمكن؟ يكون ذلك واجبا ليس مستحبا. أما شخص يقول أنا لا أتمكن أن ألعن صريحا لعنا واضحا أمام الملأ لعدو من أعداء أهل البيت، فإذا أترك إظهار البراءة من ذلك العدو كليا، هذا مثل شخص لا يتمكن أن يصلي من قيام، يقول ما دمت لا أتمكن أن أصلي من قيام أنا أترك الصلاة. لا يتمكن أن يصلي في المسجد، ما دام لا أتمكن أن أصلي في المسجد أنا أترك الصلاة. أنت لا تتمكن أن تصلي في المسجد، صلي في دارك،
لا تتمكن أن تصلي في دارك صلي في مكان ثالث، لا تتمكن أن تصلي من قيام صلي من جلوس، لا تتمكن مستلقيا، لا تتمكن تركع وتسجد بصورة طبيعية بالإيماء، أنت لا تتمكن من مرحلة تترك الشيء كله بعذر التقية. التقية في هذا الحد بس، المرحلة الثانية أيضا عندك تقية لا بأس اترك المرحلة التالية، المرحلة الثالثة أيضا عندك تقية. مراحل. الواجب من أهم الواجبات إظهار الولاء لأهل البيت، من أهم الواجبات إظهار، أقول إظهار، إظهار البراءة من أعداء أهل البيت بالأشخاص وبالمجموعات. هذا الشيء يتمكن منه أكثر المؤمنين. ظرف التقية، التقية التي ترفع هذا الوجوب لنادر من المؤمنين الذي لا يتمكن نهائيا أن يظهر البراءة من أعداء أهل البيت، أقل من 1% من المؤمنين، حتى الذين يعيشون في بلاد دكتاتورية كثير منهم لا أكثرهم يتمكنون أن يظهروا براءتهم من أعداء أهل البيت بدرجة، فليسوا معذورين، ما عندهم تقية بدرجة معينة، ما عندهم تقية، نعم درجة أعلى من ذلك عنده تقية. هذا الوضع الطبيعي، هذا الوضع الصحيح. التقية عنوان ثانوي أي حالة طارئة، أبقها في كونها حالة طارئة. أما أن يكون الأكثر مستثنى هذا هدم للدين، الدين له أطر محددة، هذا خروج عن أطر الدين. وأقول للأسف وأنتم تعلمون، للأسف أنا أقول، أنا لا أقول، الفقهاء يقولون، العقلاء يقولون تخصيص الأكثر قبيح. البعض في هذه المسألة لا يخصص الأكثر، يخصص الكل، يقول كل المؤمنين لا يجوز لهم، كل المؤمنين في أي بلد من بلاد العالم لا يجوز لهم أن يظهروا البراءة من أعداء أهل البيت، أي خلل هذا؟ تخصيص الأكثر قبيح، فكيف بتخصيص الكل؟ يعني يجعل قانونا لكل الناس ثم يستثني كل الناس، أليس هذا الشخص المقنن في عقله خلل؟ كيف ننسب هذا الشيء إلى المولى عز وجل؟ المولى عز وجل أوجب كما هو واضح من الآيات القرآنية من الأحاديث الشريفة، أوجب إظهار البراءة من أعداء أهل البيت، هذا واجب، ثم يستثني كل الناس، هذا ليس قبيحا؟ شخص في بلد من بلاد العالم بعيد أظهر البراءة من أعداء أهل البيت، أو في بلد قريب، أو هذا يعتبره مجرما أصلا، ليس فقط هو يخالف التقية، لا مجرم. لماذا؟ لأنه أظهر البراءة من عدو أو عدو من أعداء أهل البيت، يعني التقية لكل الناس، يعني تخصيص الكل، هذا أقبح ما يكون من إنسان حكيم، أقول إنسان حكيم، ف
فكيف بالمولى الحكيم عز وجل؟ يقول الصلاة واجبة على الكل ثم يستثني كل الناس. إذن لماذا قلت الصلاة واجبة على الكل؟ انظروا التفسير الخاطئ أين يصل الإنسان. يصل الإنسان إلى نسبة شيء من أقبح ما يكون على الإنسان الحكيم الذي يصنع هذا العمل، الناس لا يعتبرونه عاقلا أصلا، وننسب هكذا شيء من حيث نعلم أو من حيث لا نعلم، ينسب ذلك إلى الله عز وجل. الدين دين الله. الخلاصة ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إذا رأيت حياتك حياة طوارئ اعرف أنك تمشي خطأ في مجال التقية وفي غير مجال التقية. بعض الأحيان حالات طارئة طبيعي، في هذا المجال حالات طارئة، في المجال الثاني حالات طارئة، قصدي المجالات الدينية. عنوان ثانوي، عنوان ثانوي، عنوان ثانوي، دائما يعيش في العناوين الثانوية. لا، هذا الوضع وضع مريض، وضعك غير طبيعي، هناك خلل في فهمك من الدين. ثانيا، تخصيص الأكثر قبيح، لا ننسب ذلك إلى المولى عز وجل في التقية وفي غير التقية، كلامنا عن التقية. ثالثا، بخلاصة بضغط جملة واحدة، الضرورات تقدر بقدرها. عندك ضرورة من مرحلة، انتقل إلى المرحلة التالية، لا تقول أنا عندي ضرورة من أصل الشيء. يقال لعل القضية غير واقعية، ولكن يقال هكذا، شخص ظرف تقية أمر أن يضرب يتيما وإلا يقتل هذا الشخص، لا بأس، ظرف تقية، اضرب اليتيم حتى لا تقتل أنت. فأخذ اليتيم وبدأ يضربه ضربا مبرحا، كفا وكفين وثلاثة، ثم أخذ عصا ضربه. أنت أمرت أن تضرب هذا اليتيم، اضربه كفا واحدا خلاص، التقية تكون بهذا المقدار. أما تضربه بالعصا وتضربه بالحديد لأنك عندك ظرف تقية، لا، ظرف التقية بهذا الحد، تضربه كفا خلاص. بعض الناس أصبح هكذا، يقال له تقية بهذا المقدار، لا، يذهب للأخير. يقال له تقية أنت لا تتمكن أن تلعن علنا فلان من أعداء أهل البيت، لا، يلعن ويترضى عليه ويعظمه ويمدحه علنا. أنا عندي ظرف تقية، هل ظرف تقية؟ الضرورات تقدر بقدرها، عندك ضرورة اكتفي بمقدار الضرورة. الأسبوع القادم أواخره وبداية الأسبوع الذي بعده ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لا أقول في أيام استشهادها فقط، في كل أيام السنة، ولكن أيام استشهادها هذا الشيء لعله يبرز أكثر ويلزم أن يبرز أكثر، إظهار البراءة من قتلتها
أنا أقول في هذا المجلس وأنتم قولوا في هذا المجلس وفي غير هذا المجلس، إظهارا للبراءة من أعدائها، إظهارا للبراءة من قتلتها، قسما بفاطمة الزهراء وقسما بمظلوميتها وقسما بمقامها، أنا ونحن عنكم أيضا أقول نحن براء ممن قتلها، نحن براء ممن ساعد في قتلها، نحن براء ممن قتل جنينها، نحن براء ممن آذاها، نحن براء ممن غصب حقها، نحن براء ممن منع إرثها من أبيها، وعلى أولئك الظالمين لعنة الله أبد الآبدين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم بحقهم عجل فرج المنتقم لآل محمد. اللهم بحقهم زد في قلوبنا حبهم. اللهم بحقهم زد في قلوبنا بغض أعدائهم. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الله أكبر، الله أكبر.